هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم خير وصحه وسلامه. اليوم رجعت لكم بمقطع فيديو جديد، وحبيت اشرح لكم على القطع اللي عندي موجوده، اللي هي الاكسايميبكس والكرونكس ماكس، وايضا الكارت الصوت، وحتى انه اشرح لكم على البلوتوث شلون تربط وايرلس للقطعه كرونكس ماكس. وايضا راح اشرح لكم بالتفاصيل، يعني مو بالتفاصيل بس، الدي بي اي مال الماوس اللوجيتك 502 شلون اضبط اعدادات انه الشغله بس على الاجهزه اللي يكون الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. فراح ابدياكم بالشرح. قبل لا نبدياكم بالشرح، اريد من عندك تخلي اشتراك بالقناه وتفعل جرس التنبيهات وتخلي اللايك لهذا الفيديو وتحط التعليق اذا تواجه اي مشكله من هالقطع هاي اللي موجوده. خلينا وياك نبدا الشرح. طبعا اول شيء يا شباب، راح نضبط اعدادات القطعه الكرونكس ماكس. نحتاج الواير السلك اللي مو عندنا، اللي هو جاي من اللابتوب، اوكي. تربطه بهالشكل هذا ويطلع لك بهالشكل هذا مثل ما تشوفون. وراح نفتح انا وياك البرنامج مال الكرونكس ماكس. اللي تحتاجه يا شباب انه تروح على الكتابات اللي فوق اللي موجوده، راح اشرح بالتفصيل على متفتم عليه وعلى الناس اللي مجيد اللغه الانجليزيه. فمثل ما تشوفون الماوس وين واقف، واقف على هاي الكتابه، تدق عليها تطلع لك هاي الصفحه، العفو تطلع لك هاي الصفحه، تنزل قبل الاخيره، قبل الاخيره هي الاعدادات، تطلع لك هاي الصفحه، اوكي. مثل ما تشوف شلون خالان الاعدادات اللي موجوده للصحات الثلاثه جوا هنا موجوده، والصحات الاثنين اللي هنا موجوده، والفوق تخلي ما تخلي عليه صح، وهاي الخانه تفتحها راح تخلي عليه اول خيار مثل ما تشوف، والاخيره هم ماتين اول خيار، والسايز يكون 10. تروح على هاي الكتابه الاخيره، اوكي، تدق عليها راح تطلع لك هاي الصفحه، تملي الصحات اللي موجوده هنا، الاربع صحات الجوا والاربع صحات اللي فوق مثل ما تشوف. وهنا المنصه اللي انت تلعب عليها تكون بلاي ستيشن مثلا، الاكس بوكس 1 مثل ما تشوف. واذا خليتها على اول خيار، هذا اول خيار اذا كنت تلعب موس او تربط القطعه الكرونكس ماكس على الجوال او الموبايل. فانا اختار البلاي ستيشن على مود تكون استخدم المنصه اللي هي البلاي ستيشن 4. فهذا اول خيار لازم تمكن يا شباب على مود تقدر، يعني اشرح لك شلون تربط البلوتوث على مود تقدر، لازم تفعل هذا اول خيار على مود تقدر تربط البلوتوث، اوكي. فهنا شو تسوي يا صاحبي؟ على اخر ايقونه بالاخير بالركن تدق على هالكتابه، اوكي، وتروح على الكتابات الجوة، تختار ما قبل الاخير باتجاه الايمن على هاي الكتابه، تطلع لك هاي الصفحه، تدوس وكانه انت حفظت سكريبت تحفظ الاعدادات اللي سويناها، اوكي، تدق عليها، تطلع لك هاي الصفحه، تدق عليها، اوكي، تنتظر عما يطلع لك الفينش، فنش عليها، امورنا سليم بالسليم. هسه احنا ضبطنا اعدادات القطعه، ما بيها اعدادات هذيك الاعدادات النحسه، اعداداتها سهله وبسيطه. هسه اللي نحتاجه شنو بعد؟ نحتاج انه نرتب اعدادات الماوس اللوجيتك ال 502. اللي نحتاجه يا شباب انه نربط، ننزل هاي الصفحه، اتحمل هذا البرنامج، راح اخليك اياه بالوصف ايضا، ما راح اخليك تتعب، واخلي لك بس الرابط الموقع مالتهم، لا سحبت البرنامج مالتهم ونصبته عندي بالحاسبه ورفعت لك اياه على الميدي فاير، عم يصير عندك سهل عليك انه تسحب هذا البرنامج مالتهم وتضبط الدي بي اي مال هاي، لانه البرنامج يشتغل على نصني، يعني هسه راح اشوفك على منصات اثنين، نملص الموس مال الاستخداماني الحاسبه، اوكي. مثل ما تشوف يا صاحبي اشتغلت ويانا، اشتغل ويانا الماوس، اوكي، بهالشكل هذا راح تطلع لك تطلع لك هاي الصفحه اللي خاصه هنا، تطلع لك تقدر تختار من هنا، تقدر تختار تختار الكيبورد، اذا كنت تلعب ماوس وكيبورد نفس النوعيه نفس الشركه يعني لوجيتك، او تختار بس الماوس اذا تختار يعني انت جاي تستخدم بس اللوجيتك ال 502 عن الكيبورد. انا استخدم غير كيبورد، مو لوجيتك. فاللي انت تحتاج يعطيك على شغلتين البرنامج، يقول لك اذا كنت تلعب على حاسبه فلازم تخلي النظام هذا نظام الحاسبه، واذا كنت تلعب على نظام البلاي ستيشن فلازم تختار هاي تختار هذا الشاشه وايمها جهاز مثل الاكس بوكس. فاللي احنا نحتاج نخلي على النظام النظام اللي هو البلايات اللي هو البلاي ستيشن او اذا اكس بوكس، يعني اذا كان عندك بلاي ستيشن تخلي على نظام البلاي ستيشن. فشو هون تروح يا صاحبي، تروح على هذا الماوس وتدق عليه، تطلع لك هاي الصفحه، احنا اختارينا بلاي ستيشن، فقبل يدخلك بس على الدي بي اي اللي موجود على اللي موجود مال الماوس، يعني انت تقدر هنا تزيد وتنقص، هو يقسم لك كل ما انت تفتح فولدر، مثلا هسه انا فاتح خمس فولدرات، اوكي، يعطيني يقسم لي دي بي اي من ال 12000 يقسم لي على 23،
يعني يبدي بالترتيب، كل ما تفتح فولدر من هنا تفتح مثلا انا عندي 6 5، اذا خليته 6 خليته 4 ينقصني، يشيل 12000 يقسم لي على اقل من 12000، يعني اذا زيدت مثلا 4 يزيد لي 12000، وهكذا كل ما تزيد مثلا 6 تخليها او 7 تخليه يقسم لك الدي بي اي هو على حسب انت تريده. فانا بالنسبه لي خالي على 5 فولدرات على مود يقسم لي الدي بي اي من 23 لحد 12000 اللي هو على شيء، شلون تقسم بيه منها؟ من هذا ضغطة الزر اللي موجود هنا يم الرولة، اكو هنا زر، هاي الزر مو هذا الزر اللي دا تشوفه اللي باتجاه الايمن، تظل ضاغط عليه تطلع لك هنا، هسه من تجي تضغط عليه من نطلع من البرنامج يطلع لك هذا هنا زيد وتنقص، هنا يطلع لك الشخط الاول كبير، الشخط الثاني بالوسط اللي هو يكون صغير، والشخط الصغير يكون هذا اقل دي بي اي. فاوكي هنا بهذا بهاي الخانه اللي خانه الدي بي اي، هنا تقدر عاد تضبط الدي بي الباده اللي عندك. انا ما اشوف ذاك الفرق اذا ضبط الباده على البرنامج، يعني مجرد بس هيك يعني مود يتعرفون على البادات اللي تستخدمها للقطعه مالتهم. فما عندك شيء، وبعد هنا ذاتي تضبط الوان الالوان الماوس، فانا اشوف يكون احلى هيك شيء، كل ساعه يتغير لون، كل ساعه يتغير لون، يعني مو كل ساعه يتغير، كل ثانيه او ثانيتين اشوف هاي الاعدادات تكون افضل. مثل ما تشوف انت على هنا على الجنب، سوي نفس هاي الاعدادات وما بيها كل يعني ما بيها بعد شيء، ما بي شيء بعد الماوس. فهنا الماوس المكسر بعد ما نحتاجه، شكرا للبرنامج. طبعا هسه احنا ضبطنا اعدادات الدي بي اي مال الماوس اللوجيتك 502. هسه ايش راح نسوي؟ راح اشوفك انه تربط القطعه بهالشكل هذا. عنا ترك انه ما راح نربط ماوس للكيبورد، لا راح اشوفك انه شلون بتربطها واير. ولازم عندك يا صاحبي، لازم تكون عندك انه يكون عندك اليد، لازم تكون اليد مالتك اللي جاي تستخدمها مو مال السليم ولا مال برو، تكون اليد الاصدار الاول، الاصدار اللي هو نزل الجهاز اللي اسمه الفات، ما يصير هنا ليد ما يشتغل هنا، يعني يكون ما عندك يد ما بيها هذا الليد اللي هنا اللي يشتغل، اكو نور هنا يشتغل باقي اليدات، تجيب يده اللي هو V1 الاصدار القديم مال اجهزه الفات. اوكي راح اشكل الواير على الكرونكس ماكس وراح اشوف شلون تشتغل. يعني اشتغلت يعني مثل ما تشوف امورنا بالسليم سليم مثل ما تشوف، هسه اشتغلت يعني على طريق السلك. اوكي هسه اريد نربطها، هسه احنا نريد نربطها وايرلس يا سيف وزانها. طبعا اليد هنا انا مشتغله بعدها ما علينا، تجي بالقطعه، تجي ويا القطعه تشتري، يعني تجي هاي القطعه موجوده ويا الكرونكس ماكس، تربطها بهالشكل هذا. اوكي سهله واضحه، تربطها بهالشكل هذا. اوكي هنا عندنا مشتغله الكنترولر على السلك اللي موجود، بس ماكو يعني التحكم راح يصير على البلوتوث، يعني احنا مرصنا وهذا احنا كنكنا القطعه على اليد الاصليه، هسه مشتغله خارج الجهاز، يعني الكرونكس ماكس مشتغله خارج الجهاز البلاي ستيشن، فهسه راح نربطها وايرلس على البلوتوث اللي موجود، مو بلوتوث مال الجهاز، نربطها على البلوتوث مال القطعه الكرونكس ماكس. فشو تسوي يا صاحبي؟ تدوس دقمه الشير، هاي دقمة الشير دقمة الهوم، تضغطها ضغطة مطولة. اوكي يعني مثل ما تشوفون انا هضغطها ضغطة مطولة، راح تشوف هنا يطفى الليد ويرجع ينور من جدة وجديد. ننتظر شوية، يمكن اعتقد 4 ثواني او 5 ثواني على مود تكنك اليد ويانا مثل ما تشوفون يا شباب. هسه ربطت على طول مثل ما تشوفون الليد، وطلع لي هنا القطعة صفر اللي هسه اقدر اتحكم بها، اقدر اغير السكرتات اللي موجوده، ومثل ما تشوفون رجعت القطعه او الجوستيك رجعت كنكت بلوتوث وايرلس على القطعه على اليد والكرونكس ماكس. ويكون المسافه ما بين البلوتوث وما بين اليد تكون مسافه ما يقارب انه متر او متر ونص، على مود ليصير عندك لاج ما بين القطعه الكرونكس ماكس وما بين اليد. هاي من ناحيه الوايرلس اللي احنا ربطناها وايرلس. اوكي هذا الوايرلس اللي احنا بعد ما نحتاج، وظل يد مكنكه بس خارج نطاق الخدمه يقول عليه. هسه ايش راح نحتاج؟ نحتاج هاي القطعه اذا انت حاب تربط ماوس وكيبورد. ماوس وكيبورد لازم تحتاج هاي القطعه اسمها قطعه الاكس اي بيكس، ويا الكيبورد والماوس على مود تشغل لك وتقدر تلعب على الجهاز البلاي ستيشن. هسه حنبدا نشرح على البلاي ستيشن، وايضا نصير على الاكس بوكس، عندي مقطع فيديو سابق قبل هذا الفيديو تقدر تشوف انه شلون انا رابط ماوس وكيبورد وقطعتين على الاكس بوكس. ان اللي يحتاجه قبل لا اشرح لكم على الاكس بوكس، اللي تحتاجه لازم تحتاج هاي القطعه تجي ويا الكرونكس ماكس اللي هو كرت الصوت، لان انت من تربط القطعتين او تربط القطعه واحده فراح يفصل الصوت من الجوستيك بعد ما تقدر تربط اوكس باليد، فتحتاج هذا كرت الصوت
يكون متوفر عندك على مود انه شكله بالبلاي ستيشن مباشره. شلون انا ربطت لكم يعني تربط بهالشكل هذا، خلي اشوفك يعني الاوكس اللي كنا قبل نستخدمه نخليه بالكنترول او اليد، بعد ما تقدر تخلي لازم تخلي بهالشكل هذا، تربط الاوكس مالتك المال واير اللي تسمع بها لاصدقائك عن البارتي تربطه بهالشكل هذا، وتربطه ايضا بالبلاي ستيشن يعني بعد ما يربط باليد، الاوكس ما يربط باليد لازم تربطه هنا انا بهذا الفلاش اللي يعطيك اياه الكارت الصوت، وتخليه ايضا بالبلاي ستيشن. هاي من ناحيه الكارت الصوت اللي بعد ما راح نحتاجه شرحت عليه. اللي راح نحتاجه هسه الاكسايمبيكس نربطه بهالشكل هاي. هاي طبعا اعداداته قبل لا اربطها، اعداداته اكو برنامج خاص يكون موجود على البرنامج اذا كنت نظام السامسونج او نظام اللي هو الابل، فانت بين حالتين موجود هو البرنامج على المنصات الاثنين السامسونج والابل، فتقدر تنزل البرنامج الاكسايمبيكس وتقدر تضبط اعداداتهم، وذاك الاعدادات تقدر حتى من الموقع مالتهم الخاص تقدر تاخذ من عندهم. فانا اعداداتي مرتبها اللي انا امشي عليها من ناحيه الكيبورد والموس. الموس مثل ما تشوفون شلون شرحت عليه بدايه الشرح، هسه راح اشوفك شلون تربط بهالطريقه هاي، تربط بهالطريقه هاي الالكترونكس ماكس يكون اول واحد بالبلاي ستيشن، ثاني واحد يكون الاكسايمبيكس، ويطلع الهب مالته اللي هو ثلاث مستخرجات يو اس بي انه تكون تربط بيها. هنا راح يطلع لك هنا مثل ما تشوفون، طبعا انت تركز عليها لان انا ما اقدر افعل هاي لانه شكلت، تركز على اللي هنا اكو نقط فوق، هنا نقطه واحده هنا نقطتين هنا ثلاثه، تركز النقطه الواحده تكون للماوس والنقطة الثانية تكون لليدة. انا حربط الواير، هذا الواير خاص باليدة راح اربطها وياكم مثل ما تشوفون ربطتها اوكي، وراح نجيب ايضا الواير مال الكيبورد نربطها بهالشكل هذا على مود يعني ثلاث نقاط، اخر ثلاث نقاط يكون للكيبورد، ثلاث نقاط خليها بالك للكيبورد، نقطتين تكون لليد الكنترولر، والنقطة الأولى راح تكون خاصة بالموس، اوكي؟ مثل ما تشوفون طبعا هسه انا عندي كل شيء شغال، اوكي؟ هاي القطعتين ربطتها مثل ما تشوفون، ربطت الكرونكس ماكس على بلاي ستيشن، وربطت وراها الاكسايمبيكس، وهسه مثل ما تشوفون طبعا اقدر اتحرك يعني البلاي ستيشن عن طريق الكيبورد مثل ما تشوفون هذا الكيبورد انا امامكم. يعني شرح حبيت اشرح لكم بالتفاصيل على ما تفتهم عليه انا ايش دا اسوي وشن اللي دا اقدمه لكم. هذا الماوس شغال، وهذا الكيبورد مثل ما تشوفون شلون شغال، اقدر اتحكم به هنا دا راح حاطه انا، وتقدر تشوف مثل ما تشوف اكو يمكن دا اصور الكاميرا دا تشوفون لكم، يعني اقدر اتحكم بس بشرط لازم تكون عندك اليد اللي هي الفي 1 عم نمص طبعا ما نحتاجين، يعني شغلنا كل شيء وامورنا طيبه بالسليم اوكي. فلازم تحتاج كنترولر يا صاحبي يا اللي يشاهدني او يشوفني، تحتاج هاي الكنترولر لازم عندك موجوده اللي هي في 1 اصدار قديم، وانا اكدت عليها حتى بالقناه القديمه اللي انحفت وراحت اكدت عليها، قلت لهم يا شباب نحتاج هاي القطعه اللي عفوا تحتاج اليد تربطها للقطعه الاكسايمبيكس، لازم عندك تكون يد مو مال برو ولا مال سليم، تكون مال الجهاز القديم اللي هو الجهاز الفات. طبعا لهنا نوصل نهايه هذا المقطع فيديو، كل اللي شرحت لكم اللي عن الماوس عن القطعتين اللي هي الكرونكس ماكس والاكسايمبيكس. اذا كنت استفادت من الشرح او استفادت من اي معلومه من قناه سيف ابو زهراء، اتمنى من عندك يا صاحبي انه تفرحنا بالاشتراك وتخلينا لايك وتخلي تعليق اذا انت تواجه مشكله وما جاي تعرف تحلها، او عندك الصفحات مالتي اللي موجوده بالوصف صندوق الوصف، تقدر تفتح صندوق الوصف راح تلقى جروب خاص بينا، راح تلقى صفحه خاصه بيا بالفيسبوك، راح تلقى رقم الواتساب مالتي تقدر تراسلني اذا عندك مشكله، او تكتب لي تعليق اذا انا ودي اشوف الناس بلكي انه نفس المشكله وتاكد عليهم، واحنا نسوي مقطع فيديو ونحل المشكله اللي انت تواجهها وغيرك يواجهها ونسوي لها شرح. فكل اللي شرحت لكم اياه بين القطعتين والبلوتوث وكرت الصوت يعني الشرح كله شرحت لكم اياه ان شاء الله. لين انا نصل لنهايه هذا المقطع فيديو، ونشوفكم على خير، ونشوفكم بشرح جديد ان شاء الله، ونشوفكم مقطع جاي ان شاء الله. يلا شباب في امان الله.